وصل صوتك. زميلتي في الجامعة دخل عليهم فهي علاش دخل بالله انا مش دخل دخل عليك لا لا زي سمعت يا سعيد يا سرحان نعتذر وانا نطالب وانا باش نمشي ونطالب حاجه بركه اللي نحب نقول راهو مجددا مرحبا بالمجتمع المدني. احنا كريتوش المره هذه حتى المكتب عملنا معناتها استقبال المجتمع المدني ومرحبا به، ولكن الرجاء من المجتمع المدني انه عدم التعبير وخاصة بك الطريقة ذيك، يعني ترفع تصويرة انك تكون تصفق تكون تعيط على مجريات اعمال الجلسة ولا على نتائج التصويت. تتصوروا انتم كل واحد ثم راه برشا ناس اللي ماهاش حكومة تلعش ولا فيك ما طلعتش في الدستور، تتصوروا باش يكون معناتها كيفاش باش يكون الجو باش تولي فوضى. انا هالمواطنة هذه ربما عواطفها تكلمت ونحترم عواطفها ودفاعها، لكن الرجاء من اخوتنا التوانسة خياتنا التونسيات ضيوفنا الاجانب مرحبا بكم مره اخرى، والفضاء فضاءكم، ولكن في احترام عمل الجلسه دون التدخل برفع شعار او صوره او صوت. لان المجتمع المدني مدام مش صحفيين، احنا معنا حتى علاقه بالمسألة. يا سيدي انا نعتذر لكم بس ما